الإقامة تاع سلام سلام الوالد متعون، قالت لي عظم الله أجركم حسن عليكم، قلت واش من سبب؟ قالت لي كيما نقولوا شوك شوك، هزينا في الإسعاف، الإسعاف كي هزينا في الإسعاف مات في الإسعاف، ما مشيناش بزاف نهار السبت منها سبت هذه عندها سبت يوم اثنين التسعة مشيت الساعة 22 كنت في الإقامة، إقامة سيدي عبد الله مع المثلثة، يعني بارك الله فيما لك الاستقبال اللي يجو كل شيء، دخلت بليدي ما شاء الله، عاونته بالكافات، شت الشمبرة تاعه ما شاء الله، كل شيء مشى، جيت ماشي مروحة على كل حال. قال لي بابا كي تروح منا روح على في عقلك كيما نقولوا حنا، روحت على كل حال الحمد لله. البارح قرا عادي، يوم عادي، دراسة عادية، تعشى عيطت الوالدة تاعو، قال لها كيما نقولوا حنا يا يما خليني حتى نتعشى، نخرج من الريستوران ونهضر معاك، خرج من الريستوران هضر مع الوالدة تاعو، راه لاباس الحمد لله. وزيد على ذلك كان واحد الأستاذ هنا يقريه، قراه العام اللي فات في دروس خصوصية، أستاذ هنا من ولاية دبوج، قال لي كنت مكونيكتي معاه حتى ل 21 تعليم. انتهى الامر. اليوم عند صلاه الصبح نوضت انا في الدار حاله مريضه على كل حال، صليت انا والزوجه تاعي وبناتي، جاني تليفون من المستخلف تاعي في الجامع، قال لي دار لي ميساج، كان التليفون تاعي ما يمشيش، دار ميساج للهاتف تاع الزوجه، قال لها نحتاج الامام حسام امر ضروري، ما اعطيتوش اهميه، يعني قلت انا بالك غايب من نهار البارح من الجامع برك يسمى اليوم، قال له اسمع امر ضروري، ما اعطيتش اهميه، عطاني عيط لخويا من قالما امام في قالما، المره الاولى ما اعطيتش اهميه للمكالمه، المره الثانيه ما اعطيتش، المره الثالثه هزت الزوجه على كل حال، قال انا نحتاج كيما نقولوا حنا، انا نحتاج الامام شخصيا يسمى كيما نقولوا حنا خويا شخصيا، هزيت عليه التليفون يا خويا، قال لي يا اخي راك صابر يعني راك لاباس واش راك؟ قلت له لاباس الحمد لله، قال لي باغي نعطيك واحد نسمعك واحد الخبر هكذا شويه صعيب شويه، قلت له ما يكون غير خير ان شاء الله، قلت له توكل على الله اعطيني، قال لي ابنك تقي رحمه الله، قلت لا حول ولا قوه الا بالله، قال لي تقي رحمه الله عليه،